صح يا مصر صح يا وعيونها تملي صح يا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه صح يا مصر حرة صح يا ألف مرة صح يا مهما يجرى لنهاية الحياة هدايا ملاك وسيف عيسى أبطالنا في طوكيو النهاردة فرحونا ورفعوا اسم مصر وشرفونا من خلال ميداليتين برونزيتين مهمين جدا وهي بداية لميداليات مصر في أولمبياد طوكيو. أبطالنا ناس يفرحوا حاجة منتهى الإصرار والعزيمة ومنتهى الثبات كمان وبالتحديد أنا عايز أتكلم على هدايا ملاك في الماتش بتاعها. الماتش كان صعب شوية مع بطلة أمريكا الشوط الأول أو الجولة الأولى كان في تقدم لهدايا وبعد كده أو لا الجولة الأولى كان تعادل 2-2 وبعد كده الجولة الثانية كان في تقدم لبطل أمريكا وبعد كده الجولة الثالثة في الآخر عدد من النقاط المتتالية اللي بمنتهى البراعة والتميز من هدايا واللي من خلالها قدرت إن هي تفوز بالبرونزية فده إن ده اللي يدل عنها عندها ثبات انفعالي مميز جدا إن أنت خلاص بتحس إن أنت هتخسر فممكن خلاص تفقد تركيزك لا التركيز لحد آخر لحظة بتلعب وبتكسب بتجيب ميدالية تاني ميدالية ليها على التوالي بعد 2016 كانت ميدالية برونزية برضو فألف مليون مبروك ليها كمان سيف عيسى عمل مباراة كبيرة جدا وكسب بطل النرويج باكتساح على مدار الثلاث جولات وحاجة منتهى الفخر بصراحة فرحانين بيهم جدا جدا وبداية لميداليات إن شاء الله نتمناها خلال الفترة اللي جاية بعد من اليومين اللي فاتوا كنا كل شوية نسمع فلان ودع فلان ودع فلان ودع فلازم نشيد بيهم كل الإشادة ونشكرهم ونتمنى لهم دايما الرب التوفيق ونتمنى المزيد من الميداليات لبلدنا الغالية مصر في أولمبياد طوكيو شرفتونا وأسعدتونا بصراحة. طيب خلينا بقى نتكلم على ايه كمان نتكلم على الترتيب بتاع مصر دلوقتي في جدول الميداليات عندنا ميداليتين في طوكيو لحد دلوقتي بنحتل المركز الكام المركز 42 المركز رقم 42 في الترتيب في طوكيو 2020 نتمنى احنا متساويين دلوقتي مع مين مع تركيا واوكرانيا ومنغوليا نتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله خلال الايام القادمه نقدر نحصد المزيد من الميداليات هتبقى حاجه كويسه يعني مش بنقول ان احنا هنجيب عدد كبير لكن بس على الاقل يبقى حاجه كده يعني كويسه وتشرف مصر. النهارده كمان منتخب اليد خسر في تاني ماتش ليه بعد ما كسب البرتغال خسر من الدنمارك المباراه طبعا كانت صعبه نتيجه واقعيه بتلعب الدنمارك اقوى فريق في العالم بطل العالم في البطوله الاخيره اللي كانت في مصر فبالتالي منطقي شويه انك تخسر لكن انت لسه عندك فرص كبيره انك تقدر توصل لابعد مدى في الاولمبياد وانا بثق جدا جدا بصراحه وكل الشعب المصري بيثق في المنتخب ده والجيل ده في كره اليد تحديدا نتمنى لهم كل التوفيق.